بعيدا عن الأضواء، حضر رئيس الفيفا المحظور سيب بلاتر يوم الثلاثاء جلسة استماع أمام لجنة الاستئناف لنقض عقوبة تعليق عمله في مجال الرياضة لمدة 8 سنوات، وذلك في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقالت مصادر مقربة من الفيفا إن بلاتر وصل عند الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك تجنبا للمصورين الذين كانوا يتوقعون أن يصل في وقت لاحق. تأتي هذه الجلسة في أعقاب استئناف مماثل تقدم به رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المخلوع ميشيل بلاتيني يوم الاثنين. هذا وتم معاقبة بلاتر وبلاتيني من قبل لجنة الأخلاق للفيفا في ديسمبر الماضي بعد اكتشاف أموال مشبوهة بقيمة 2 مليون فرنك سويسري حولت من قبل بلاتر إلى بلاتيني في عام 2011.